الشرائع تقضي تلك أوطانها من سحيق الأزمان كنا رفاقا تفشى نسيت هويتي حتى وجودي تبحث في المجتمع في مجتمعنا الحالي طبعا وجهي المراوغ مثل الثعالب يهرب تارة ويهجم حينا أنت بريء وأنت وإني مكلف أنفذ الأمر وأطيع النظام خلكم حوار أيضا نطرح باب الحوار للأساتذة أنا جتني هاي المعلومة من شخص مقرب لك المرأة على شكل حرف أر ولهذا السبب صار أنت معذور من مدرسة التشريع هو ترك الرجل القلم على سجيته يكتب ما يشعر به جلسة أدبية وفنية للشاعر الفنان التشكيلي مظفر الراوي تحدث من خلال هذه الجلسة الجميلة عن تجربته في كتابة الشعر وفي الفن التشكيلي أيضا قرأ علينا قصائد متنوعة حقيقة وهي مجملها قصائد نثرية أو ما يسمى بقصيدة النثر في حين أطلعنا أيضا على تجاربه في الفن التشكيلي لا سيما في فن البورتريت حضرت هذه الندوة التي أقامتها الرابطة العربية للأستاذ الفاضل الفنان والأديب مظفر الراوي والرجل له تجربة طويلة وعميقة في مجالي الفن التشكيلي وكذلك في الشعر وقلما اجتمع الشعر والفن التشكيلي عند فنان واحد عند أديب واحد وأذكر أن الفنان الكبير والأديب الكبير يوسف الصايغ كان فنانا شاملا لأنه كان شاعرا وصحفيا وفنانا تشكيليا وكاتبا مسرحيا رائعا ولكن والحق يقال أن تجربة الأستاذ مظفر هي تجربة متواضعة في مجالي الشعر وكذلك الفن التشكيلي أقيم هذا اليوم في مركز الوالد يوسف ذنون بالتعاون مع رابطة الآداب والثقافة حفل تكريم الفنان والشاعر المبدع مظفر الراوي وحول ديوانه الثاني وكان احتفالا رائعا قدم فيه مجموعة من القصائد وكذلك قدم مجموعة من أعماله التشكيلية لأنه كونه فنان تشكيلي حقيقة ندوة اليوم كانت ندوة نوعا ما مميزة في قاعة الأستاذ يوسف ذنون رحمه الله وهو نبوغ شاعر لأول مرة مع العلم كلنا عرفناه أنه فنان تشكيلي ولكن في هذه الاحتفالية هو قدم أوراقه على أنه شاعر ومجدد في الشعر العمودي ولديه الكثير من العناوين والموضوعات التي عالجها في ديوانه الرابطة العربية للآداب والثقافة في رأس الموصل وبالتعاون مع مركز يوسف ذنون للدراسات التاريخية والبحوث بعقد لقاء للشاعر والفنان التشكيلي مظفر الراوي الذي كتب الشعر ورسم اللوحات الفنية وحقيقة مزج بين إبداع الشعر وإبداع الفن التشكيلي فكانت نوعية راقية نتاج راقي